مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواطن اليوم، الذي نخصصه اليوم للحديث عن إشكالية جودة التعليم في المدرسة المغربية. خلصت دراسة حديثة للمندوب السامي للتخطيط عن الرأسمال البشري في المغرب أن الميزانية المخصصة للتعليم العمومي تضاعفت 3 مرات تقريبا بين العام 1999 والعام 2013. ورغم هذا الارتفاع، إلا أن الدراسة خلصت إلى أن مردودية الاستثمار في التربية في ظل المنظومة التعليمية الحالية لا يواكب الارتفاع الحاصل في النفقات العمومية في هذا المجال. فأي مستوى للجودة التعليم في بلادنا؟ وهل نجحت إجراءات الوزارة الوصية في الارتقاء بمستوى المدرسة المغربية بشكل ملموس؟ وما مكانة العنصر البشري في إصلاح هذه المنظومة؟ وهل يتبوأ المدرس المكانة اللائقة به ماديا واعتباريا؟ وما هي المداخل الحقيقية للنهوض بجودة التعليم والقطع مع الاختلالات المسجلة؟ أهلا بكم في مواطن اليوم. قبل أن نبدأ نقاشنا، أقترح عليكم مشاهدة هذا التقرير عن المعطيات البارزة في موضوع جودة التعليم صلة بالرأسمال البشري. بعد أن قاطعوا دروسهم لعدة أيام، خرجوا في مسيرات للتظاهر ضد إجراءات وزارة رشيد بالمختار. حناجر طلبة المراكز الجهوية للتربية والتكوين ارتفعت، مطالبة بإسقاط مرسومين وزاريين يفصلان بين التوظيف والتكوين. الطلبة الأساتذة استنكروا خفض مناحهم بحوالي النصف، ورفضوا إخضاعهم في نهاية التكوين لمباراة توظيف تقوم على نسبة كوتا في عدد المناصب، لا سيما وأن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن عدد الأساتذة الذين سيلجون صفوف التدريب هو 10,000، في حين حدد قانون المالية لسنة 2015 عدد مناصب وزارة التربية الوطنية في 7,000 فقط، ما سيؤدي بالتالي إلى إقصاء 3,000 أستاذ متدرب من التوظيف. هي إشكالية جديدة تنضم إلى معضلات عدة تقوض النهوض بقطاع التعليم الذي رسب في كل الإصلاحات وفشل على مدى سنوات في تحقيق الأهداف المنشودة بالرغم من كل الإمكانيات التي ترصد له. في هذا السياق، تقول أرقام المندوبية السامية للتخطيط إن الموازنة المخصصة للتعليم العمومي بالمملكة تضاعفت ب3 مرات تقريبا في 14 عاما، وأن ما تنفقه الأسر على تعليم أبنائها زاد من 16% إلى 25% في نفس الفترة، غير أن تطور مؤشرات إنفاق الدولة وإنفاق الأسر لم يرافقه تطور مماثل على مستوى الجودة. تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي صنف المغرب في المرتبة 101 من بين 140 دولة شملها مؤشر جودة التعليم بمعدل 3.6 من أصل 7 نقاط، مسبوقا بكولومبيا ومتبوعا بدولتي أذربيجان وبوتسوانا. ينضاف هذا التقرير حول التنافسية العالمية إلى تقارير أخرى ودراسات عدة خلصت إلى أن المغرب يتذيل ترتيب مؤشرات جودة التعليم العالمية. مشاهدينا الكرام، لمناقشة محاور هذا العدد يسرني كثيرا أن أرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تازة الحسيمة تونات. أهلا بكم أستاذي. مساء الخير. ويسرني كثيرا أن تكون معنا في هذه الحلقة سيدة فاطمة أفيد، وهي أستاذة وفاعلة نقابية وجمعوية. أهلا بكم. شكرا. وأرحب كثيرا بالدكتور محمد قديرة، الخبير في السياسات العمومية وتدبير الموارد البشرية. أهلا بكم دكتور مجددا. شكرا. إذن لو نبدأ معكم الأستاذ محمد عواج، تابعنا على امتداد الأيام الأخيرة هذا النقاش العمومي الدائر بخصوص الطلبة الأساتذة أو الأساتذة المتدربون، صلة بموضوع المباراة قبل الولوج إلى الوظيفة العمومية وارتباط هذا الموضوع بجودة التعليم والحرص على الجودة إلى غير ذلك. هل إلى أي مدى في الواقع هذا الأمر يرتبط بالجودة؟ في البداية أشكركم على الاستضافة. فلا يمكننا أن نختلف على أن جودة التعليم وجودة التعلمات داخل المدرسة المغربية لها مجموعة من المداخل الأساسية، ومن بين المداخل الأساسية
هي الموارد البشرية على جميع المستويات. وحينما نتحدث عن الموارد البشرية يمكن أن نتحدث عن الوضع الاعتباري، نتحدث على تحفيزات، ولكن نتحدث أساسا عن التكوين بشقيه، تكوين الأساس، تكوين المستمر. فهناك مشروع منذ سنوات يستهدف إعادة النظر في التكوين، خصوصا ما يتعلق بمراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، إن على مستوى المناهج، على مستوى الأساتذة المكونون، على مستوى استقلالية هذه المراكز والوضع نتاعها، وكذلك على مستوى وخصوصا على مستوى مدخلات هذه المراكز. وفي هذا الأساس كان هناك تصور ينبني أساسا على تكوين أكاديمي تقوم به الجامعة ويتمامه داخل المراكز في إطار تكوين تأهيلي للأساتذة بمختلف أصنافهم. نحن نعلم والأرقام موجودة أن الجامعات لحدود الآن الإحصاء السنة اللي دازت على أبعد تقدير ما تجاوزت 4400 خريج في التكوين الأكاديمي الذي يهتم بعلوم التربية، بينما أن الحاجة ديال المنظومة التربوية تتجاوز ذلك بكثير. لكن بالنسبة لهذه الفئة، هل هم الجودة هو الذي يحرك الوزارة في هذا في هذه النقطة؟ لأن الأمر كان مقرونا أيضا بخفض المنحة أيضا. لا، حينما لأنه هناك قضيتين، التوظيف مع التكوين، هذا مشروع حكومي فصل التكوين عن التوظيف، هذا ماشي غير عندنا في القطاع ديال التربيه والتعليم اللي وصلنا له دابا، ولكن في واحد المجموعه ديال التكوينات ذات الاستقلال المحدود. وطبعا حينما يصبح عوض ان نتحدث عن استاذ مدرب، نتحدث عن طالب، طبعا نتحدث على منحه انها تقلصت. ففي الحقيقه اذا تعالجت القضيه الاولى هي اللي كتعكس بشكل مباشر القضيه الثانيه، وما يمكنناش نتحدثوا ويمكن ان نتاكد من ذلك على انه اذا اردنا جويد التكوينات، وهذا اساسي بالنسبه للمدرسين، احنا غير نتحدث كثيرا عن المدرسين، حتى الفئات الاخرين، جميع الفئات من اعلى الهرم الى اسفله، اذا اردنا ان نتحدث عن التكوين هناك المنهاج والبرامج، هناك طرائق التدريس، ولكن هناك كذلك المعايير ديال الولوج للمراكز. في المعايير ديال الولوج للمراكز كيخص تكون واحد 3 سنوات في الجامعات تهيئ. لكن بالنسبة الآن لهذه الفئة حاليا بالمعطيات المتوفرة، هل توجه الوزارة هو منطقي في نهاية المطاف؟ هؤلاء يطالبون بالولوج المباشر، أليس كذلك؟ حينما تم إصدار المرسومين اللي هما موضوع الاختلاف، تم تعميم وفق بلاغات لوزارة التربية الوطنية ونشر هذا المحتوى ديال المرسومين، وكذلك أثناء الإعلان عن المباراة في المذكرة كانت هناك فقرة واضحة في الأخير تتحدث على أنه بعد الحصول على تأهيل تربوي سيجتاز الطلبة خريجي المراكز امتحان ديال التوظيف، وتتحدث كذلك على هذه المنحة. أنا أقول أن هذه المراسيم تم تعميم ونشرها في ذيك البداية، الهدف منها جوج لثلاثة الحوايج. تقنيا باش ما نهضروش، كاين مجموعة ديال المستويات، قلت لك هذا توجه ديال الحكومة كاملة ماشي غير في القطاع ديال التربية والتكوين. تقنيا أننا المباراة ديال الولوج ديال المراكز كنعملوها عادة في شهر 6 شهر 7، الحصر بالتدقيق ديال المناصب المالية كيكون في دجنبر، كيتم التصويت على القانون المالي. بالاشتغال بالحصة التي نتوقع أنها ستكون مناصب مالية في يونيو يمكن يكون هناك فرق، فلم تشأ لا الوزارة ولا الإدارة ولا الدولة أن تضع عدد الخريجين راهين بالمناصب المالية فقط، هناك توجه آخر يجب استحضاره على المدى المتوسط هو الجهوية المتقدمة. نحن نتحدث والكل داخل في هذا الورش، حيث أن هذه المناصب لا المالية ولا المناصب ديال التوظيف ستكون مرتبطة بجهات محددة بعينها. سنعود لنفصل في هذه النقطة. سيدة فاطمة أفيد، هل هذا التفسير مقنع بالنسبة للأستاذ في نهاية المطاف؟ لا يمكن أن يكون هذا التفسير مقنعا، لأن ما طرحته في الدباجة أو كأسئلة يعيد طرح مسألة اختلالات العميقة للمنظومة التعليمية. عندما نتحدث عن المنظومة التعليمية اليوم، وقلتم أن هناك يعني نقاش عام في المجتمع يقر بأزمة التعليم أو بإصلاح الإصلاح أو بإصلاح التعليم، وأعتقد في وجهة نظري أن هذه الأزمة مفتعلة. خطاب الأزمة خطاب مفتعل، لأن الحقيقة هو أن التعليم العمومي في المغرب
يتعرض لعملية هجوم وتدمير. المدرسة العمومية اليوم تتعرض عن سبق إصرار وترصد للتدمير، وسأشرح هذا انطلاقا من سؤالكم حول وضعية الأساتذة المتدربين اللي بهذه المناسبة تنحييهم وتنضامن مع النضالات ديالهم وأدين العنف اللي تعرضوا له. أولا كيف يعقل يعني منطقيا وبالحساب البسيط ونحن مسؤولين ويدنا على قلبنا على هذا البلاد، الميزانية ديال 2016 شحال حصات التعليم؟ ميزانية 2016 هي ناقص 2 مليار في ميزانية التعليم، 2 مليار الدرهم في 2016. ماذا يعني هذا؟ الخصاص هو تقريبا 15 ألف. لا هو هو 24 ألف خصاص، فهمت؟ 24 ألف خصاص، والميزانية اللي دارت دابا فيها جوج ناقص، يعني الميزانية اللي كانت في سابقة في 2015 دابا ناقص 2 مليار درهم، ياك؟ ونحن نتحدث واحد الشعار مرفوع للتضليل وللتزييف اللي هو الجودة. عن أي جودة سنتحدث ونحن نعيش بخمسين ستين سبعين تلميذ في القسم؟ هذا اكتضاد خطير، ونحن في أمس الحاجة إلى الأساتذة اللي الآن كاين بين قوسين حديث لربما ما ستكون سنة بيضاء ولربما لا ندري المصير المجهول، مع العلم أن هذا يصب في اختيارات، لأن عندما نتحدث الأستاذ يتحدث عن الحكومة العام هي اختيارات خطيرة، اختيارات الإجهاز على دور الدولة في الخدمات العمومية، وقطاع التعليم لا يقبل التفويت. لماذا؟ مسألة بسيطة نحن في جدا بداية أنا أتحدث عن ربطي أستاذ، أتحدث عن ربطي المسألة ديال فصل التكوين عن التوظيف، هذه مسألة خطيرة. إحنا كلنا درنا مدارس ديال تكوين لناس أو سيبير أو تكوين المعلمين، كيف يعقل واحد 10 آلاف واحد دخلت تتقرأ؟ هي أكيد هما عارفين، لأنهم ماشي ما كانوش عارفين، ولكن ما عندهمش حلول، ليس لديهم حلول. دخلوا المركز ويطالبون بإلغاء المرسومين، هذا المرسومين اللي ما تمش فيها يعني اتفاق مع شركاء الاجتماعيين، وهذه ماشي هذا المرسوم بوحده. لكن يقول قائل أستاذ فاطمة عافيد، من حق الوزارة أن تختار لأبناء المغاربة من هو أكفى لتدريسهم من بين من تكونهم، أليس كذلك؟ نعم، وهل هؤلاء الطلبة تنقصهم الكفاءة؟ هل مشكل التعليم اليوم هو هذه الجودة بين قوسين؟ نتحدث عن واقع التعليم بعدها، شنو المشكل في التعليم اليوم؟ فين قراو هاد الناس اللي اليوم باغين يديروا الخصاصة ديال التعليم وغادين كيقولوا الجودة الجودة، وخصنا نبدل المناهج والبرامج كتبدل، استعمالات الزمن كتبدل، طبيعي هذا تطور ديال القطاع. أما المسألة ديال الجودة أنا نقولها لك اللي كنخدم في القسم، شنو المشكل اللي عندي؟ أنا تلقيت تكوين في المدرسة المغربية وفي الجامعة المغربية، أنا عندي إجازة في السوسيولوجيا، عندي ماستر في حقوق الإنسان، وتندرس في القسم وما عنديش مشكل، وأنا كندرس. وكاين واحد الفئة كبيرة ديال الأساتذة اللي جا الميثاق الوطني للتربية والتكوين وقال بأن نحن في حاجة إلى تكوين مستمر. أكيد نحن في حاجة إلى تكوين مستمر. سنعود لعنصر التكوين أستاذ قديرة، حينما نتحدث عن فصل التكوين عن التوظيف ونحن نسجل هذا الخصاص المهول الآن في الموارد البشرية، أنتم خبير في الموارد البشرية وفي السياسات العمومية، هل المنطق هو منطق الجودة أم هو الإكراه المادي في الواقع؟ أنا أعتقد بأنه حينما نتكلم على الجودة يجب أن نستحضر 3 مستويات. أولا المستوى المفاهيمي، ثاني المستوى السياسي، ثالثا المستوى التدبيري التطبيقي. المستوى المفاهيمي باش ما نبقاوش نتكلموا على الجودة وكأنها عصا سحرية. هاد الجودة هادي اشنا هي؟ باش نكونوا واضحين، الجودة ملي تنقولوا هاد القميص ديالك ممتاز، هذا تبقى وجهة نظر. ملي تنقولوا هاد القميص يعني جيد، بمعنى عنده معايير. هل كل الفرقاء يتبنون نفس التعريف للجودة الآن في حقل التعليم؟ لا، ماشي التعريف هذا، لا، الجودة جاية من الصناعة، من المجال الاقتصادي، من الاندستري، من المجال الاقتصادي. ومن بعد هذه يعني السن ديالها 65 سنة هذه القضية الجودة، وما دخلت للتعليم حتى البداية الثمانينات. إذن قبضنا واحد المنهجية وواحد الآليات
من البضاعة تنطبقوا مع البشر. هذا هو الإشكال الكبير. تحبذون مفهوم المردودية مثلا؟ لا لا، المردودية هذا مفهوم اقتصادي كذلك، هذا ماشي مفهوم صناعي أو. طيب بأي المعايير الآن يستحب التقييم؟ لا التقييم شكون اللي تيدير المعايير يا أستاذ؟ المعايير كيديروها المسؤولين، هما اللي كيديروا المعايير. إلا اتفقنا أنا وياك على معيار، مثلا نعطيك أنا مثال بسيط، الجودة، مثلا نتكلموا على جودة التصميم. ما معنى جودة التصميم؟ مثلا نتكلموا على جودة الأداء، شكون اللي كيتفق؟ شكون اللي تيقرر في جودة التصميم؟ اللي تيقرر هو هاد الناس هادو، تنقولوا غنخططوا غنبرمجوا غنديروا 30% أو لا غنديروا 40% أو. إذا هاد العصا السحرية اللي اليوم اللي هي موضة، هاد الجودة هادي واللي كل شيء تيتكلم عليها، ما هي إلا سيتاني شاباتوار، يعني غير باش تنهربوا. اليوم المشكل هو عميق، فقط المشكل هو في التدبير استباقي للأشياء. اليوم الخصاص إلا مشينا والسيد المدير الأكاديمي معنا، إلا مشينا المديريات الأكاديمية كلها كاين خصاص مهول في الأساتذة واكتظاظ في الأقسام، أكثر من 50 تلميذ في بعض الأقسام. إذا المشكل هو مشكل جودة، أكيد إلا كان الاكتظاظ راه هو الجودة، إلا كانوا نقص في الموارد البشرية راه هي الجودة. إذن هاد الجودة اللي احنا كنتكلموا عليها، كل هذه الاختلالات، الاختلالات السبب ديالها هو التراكمات، التراكمات اللي حدثت يعني من بداية الاستقلال إلى يومنا هذا. وفي كل مرة عندنا حقل تجريبي، وفي كل مرة عندنا سياسات معينة آخرها البرنامج الاستعجالي. الآن كاين افتحاصات ديال البرنامج الاستعجالي، إذن واش حنايا غنبقاو دائما؟ إذن هذا يعني التخطيط المرحلي القصير المدى للتعليم، الآن نتائجه هل من السهل تجاوزها؟ أكيد من السهل لا، ولكن التجاوز ديالها ممكن أن نتجاوزها. أول شيء أنا في اعتقادي هو هذه الجهوية هذه. في ألمانيا كاين لي لاندر، وكل واحد كل جهة كتخطط وتتبرمج لنفسها في واحد النسق معين. الآن وزارة التربية الوطنية عندها واحد لما ميز على الأكاديمية، على النيابة، تنتكلموا على لا مركزية ولا تمركز، القرارات فين تتخذ؟ واش القرارات تتخذ في الأكاديميات؟ واش الأساتذة تيشاركوا في الأكاديميات في اتخاذ القرار؟ القرارات كلها باش نكون إنسان لطيف، ممكن نقول 90% ديال القرارات تتخذ على مستوى الوزارة. إذن هذا الخطاب ديال لا مركزية ولا تمركز أساسي أننا نوضعوه في التطبيق الحقيقي دياله. وأعتقد وأتمنى أن الجهوية تعمل على يعني أن سنتحدث عن الجهوية أستاذ كدير، سأعود للحديث عن الجهوية ودورها أيضا في هذا الورش. أستاذ محمد عوج، أنتم مدير أكاديمية، الآن ربما بدأنا تنفيذ رؤية تمتد بنا إلى العام 2030 عمليا، وأنتم تشرفون على المؤسسات التعليمية في جهة، ما الذي تقومون به؟ ما هي الإجراءات؟ طبعا المغرب يعيش محطة كبرى ديال الإصلاح ديال الرؤية، تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 اللي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ولكن قبل ما ننزل لهذا المستوى، إذا سمحتي سي محمد، أود أن أعود بشكل بسيط جدا مفهوم الجودة فعلا، بمجموعة المفاهيم، الجودة، النجاح، مجموعة المفاهيم أتت من الاقتصاد، وهناك الذي أتى من الجيش وتحول الى الاقتصاد وثم لاسوسيولوجي و هذا الشيء. جوج، ان ماشي المسؤولين اللي كيحددوا الجوده. ثلاثه، باش نبسطوا مع المواطنين، باش نهضروا الجوده بفهم بسيط. الوليد ولا البنيته كتجي للمدرسه على واحد الغرض، خص هذاك الغرض اللي جات عليه تاخذه، وما خصهاش تنقطع من الدراسه، وخصها تنجح، وملي تخرج في السيروره ديالها تلقى واحد الدور في المجتمع. نبقاو في هذا المستوى البسيط جدا، وهناك معايير، والمعايير لا يضعها المسؤولون، وانتم اشرتم الى المندوبيه الساميه والمعطيات اللي شرط، وهناك منظمات دوليه امميه، هناك اجهزه وقوى ضاغطه لي فورس كوت بوفوار كيديروا دي رابور، وهناك طبعا المؤشرات ديال مكاتب الدراسه، وهناك معيار شئنا ام كرهنا. ولا يمكن ان نقول بانه، لن اتفق مع الاستاذ والذي احييه السي كديره واعززه كثيرا، بانها فقط واحد الوسيله لتذويب الخطاب السياسي.
علما ان الخطاب السياسي والسياسات العموميه في القطاع ديال التربيه والتكوين فيها نقاش، وانا اتفق معك في اختلافات. نعود اننا عايشين واحد المرحله ديال هذه المرحله. ما هي الاهداف بشكل أهداف أننا عملي ومحدد؟ نريد ما شكل التلميذ الذي نريده بعد 15 سنه؟ واحد الرؤيه كتمتد لغايه 2030، وفي نفس الوقت كاين مستويات، مستوى قريب، مستوى متوسط، مستوى بعيد المدى. كذلك وزاره التربيه الوطنيه قامت بتفعيل وبتنزيل واحد المجموعه ديال التدابير سمات التدابير ذات الاولويه، والتي تنسجم مع هذه الرؤيه الاستراتيجيه. متفق كذلك ان اي اصلاح في القطاع بحال القطاع ديال التربيه والتكوين، ما اعتقد اننا لا نحن ولا الذين يستمعون لنا غيقول لك الاصلاح في المدرسه غيبان النتائج ديالو غدا. هناك مجموعه من الثوابت، كاين ثوابت اساسيه لا يمكن في اي مجتمعات ان تصلح المدرسه في غياب الموارد البشريه وخصوصا النساء ورجال التعليم. من كنقول الغياب يمكن يكون غير الاحساس بالغياب، يجب ان يكون احساسا شاملا لاعود الفكره ديال السكديره. هل المساله بانهم شاركوا في وضع هذا المشروع، وهذا المشروع ديال الرؤيه الاستراتيجيه في هذه النقطه هذه يعني حجم المشاركه كان قويا اثناء وضع المحاور، اثناء التقاسم ديال المحاور، اثناء التقاسم ديال الرؤيه، لا اللقاءات والندوات. الاستاذ لا يقوم بدوره الان؟ لا، غير باش نبقاو بعدا في الاصلاح. كاين جوج ديال الثوابت، الثابت الاول هذا، الثابت الثاني احساس ديال عدم المشاركه احنا جاوبنا عليه. ما يمكنش شي واحد ينكر من النساء ورجال التعليم والفاعلين والنقابين والمجتمع المدني المنتخبين السلطه جميع انه لم يساهم في بلوره الاصلاح. الان في الاصلاح، في تنفيذ الاصلاح. المساله الثانيه، لا يجب ان يكون هناك احساس لدى الموارد البشريه، وغادي نرجع معك للبلوره والاجراءات، انه الاصلاح تيتم في غيابهم. احنا قلنا لا، ولا على حسابهم. وبالتالي كاين واحد المشروع ضخم، واعتقد ان لا الاخت فاطمه ولا السكديرة على درايه بتفاصيله اكثر مني، هو ديال النظام الاساسي لمهن التربيه والتكوين، حيث يجب فتح نقاش حول الدور الاعتباري للنساء ورجال التعليم. ومن كنقول ماشي غير الاساتذه، ما خصش يكون الاحساس باننا كنديروه بلا بهم ولا نديروا على حسابهم. ماذا يقع على ارض الواقع؟ هناك مجموعه من التدابير ومجموعه الاجراءات اللي بدينا فيها. يمكننا نتحدث على البكالوريا تخصص لغات اجنبيه فرنسيه، البكالوريا المغربيه، يمكننا نتحدثوا على البكالوريا المهنيه، يمكننا نتحدثوا على تحسين العتبات، يمكننا نتحدثوا على التركيز على تعلمات الاساس في السنوات الاربع الاولى، لانه اجتمع الاخصائيون والاكاديميون والفرقاء والشركاء ديال القطاع التربيه الوطنيه على اساس اننا في 4 سنين الاوليه خص التلميذ يكون كيعرف واحد الحد ادنى ديال القراءه والكتابه والحس. سنتحدث عن هذه النقطه. هذه محمد، انا بغيت نجاوب الاخير، هذه مسائل راه قابطه الطريق ديالها على مستوى التشريب، ثم سيتم وسنسمع فيها ايضا راي الاستاذ في المدرسه. تفضل استاذ قديره. الرؤيه كتبقى رؤيه، يمكننا نجي كل الان نجتمع حنايا وندير واحد الرؤيه معينه. الان على ارض الواقع ماذا هناك؟ هذا هو الاشكال الكبير. واش لان ملي كنتكلموا قبيله تكلمنا على لا كاليتي، على الجوده. المهم ان نذكر الواقع ايضا. الجوده شنو هي؟ الجوده هي استمراريه. ملي كنديروا التقييم، واش الجوده فكره ولا ثقافه؟ واش التقييم فكره ولا ثقافه؟ إذا تنديروا الجودة، تنديروا التقييم، لاياش باش نزيدوا الأمام. الآن اسمح لي غنقولها لك بالفرنسية، أون في دو سور بلاس، يعني إي عندنا تقريبا واحد التصور على أننا كنزيدوا. بداية الاستقلال القسم كان فيه 70، الآن عندنا أقسام فيهم 70 وثلاثة المستويات. أقسام المشتركة. هذا جد خطير، معناها لم نتحرك قط إلى الأمام. إلى الأمام، هذا إلا سمحتي لي. كاين المشكل، مشكل موارد بشرية وتدبير. ما كاينش وزارة التربية تدبير الموارد البشرية، كاين سكونابيل لادمينستراسيون دو بيرسونيل، إدارة كونجي، إدارة الموظفين. ما كاينش تدبير، لأن التدبير هو استباقي. اليوم يعني كون درنا التدبير في 2000 كرة، اليوم ما يمكنش يكون عندنا الخصاص، هذا أساسي. ف إلا مشيتي للموارد البشرية ولا واحد متخصص في الموارد البشرية. سنواصل في هذه النقطة أستاذ قديرة.
سيدة فاطمة أفيد، حينما نتحدث عن الموارد البشرية يقول أحد الأساتذة: الأستاذ يعيش واقعا مرا، هو أجير مبتذل في غياب التأطير والتكوين المستمر، ممنوع من الدراسة الجامعية ومن تغيير الإطار، مبعد من الإشراك الحقيقي في وضع البرامج واختيار المسارات، ناهيك عن ظلمه في الحركات وفي الترقيات إلى غير ذلك. أنتم كيف تعيشون هذا الإصلاح؟ إيوا هانسا قلت فيهم كاملين، بمعنى أنني أنا كأستاذة في القسم، لن نتكلم كأستاذة، كنحس بالحيف، كنحس بالظلم فعلا، لأنه الوقت اللي كتجي كتدرس وكتلقى راسك أمام 40-50 تلميذ، فعلا كتطرح لك هنا عدة إشكاليات. وأنا هنا بغيت غير نرجع للإشارة اللي دار الأستاذ ديال الرؤية الاستراتيجية. الرؤية الاستراتيجية ومزيان تكون رؤية استراتيجية، كل ما هو استراتيجي هو إيجابي، ولكن الإشكال هنا ما هو دور المجلس الأعلى للتعليم؟ هل أصبح وزارة للتربية الوطنية؟ احنا كنعرفوا دوره على حساب الدستور، هو هيئة استشارية يبدي الرأي ويعملوا تقييم للسياسات العمومية، يمكن له يدير توصيات. مزيان دار الإشراك، شاركنا، عطينا آرائنا، سيدة فاطمة، ولكن اسمح لي، في أربع سنوات تابعنا خطورة وزيرين على رأس وزارة التربية الوطنية. نعم. مسألة الاستقرار في المنظومة مهمة أيضا. لا، مسألة الاستقرار المنظومة لا نناقش استقرار المنظومة. أنا أقول يعني تابعنا إجراءات متناقضة في الواقع على مدى أربع سنوات. عندما نتحدث عن رؤية استراتيجية من مجلس أعلى له مهمة استشارية ودوره إصدار تقارير وتوصيات، هنا تختلط الأشياء على المغاربة. احنا أمام المغاربة اليوم وأمام تدبير الشأن السياسي، ونريد أن نرجع للعمل السياسي نبله ودوره. ما دور وزير التربية الوطنية؟ هو وزير في حكومة. الميثاق الوطني للتربية والتكوين تم تجاوزه من طرف المخطط الاستعجالي من دون تقييم، ياك جينا اليوم الرؤية الاستراتيجية ومعتمدة أساسا، رجعنا لها معتمدة أساسا على الميثاق الوطني للتربية والتكوين. لكن هذه الرؤية ألم تكن مستوحاة من استشارات واسعة مع المجتمع المدني، مع النقابات، مع الفاعلين في قطاع التربية؟ لا، الاستشارة شيء وواقع الحال الذي نعيشه شيء آخر. اليوم لدينا أقول تخمة في إنتاج المصطلحات، كما أشار الأستاذ قديرة، المدرسة، الإنصاف، الجودة، الرقي، هذا الشيء كله أنا كنعتبره مصطلحات للتضليل، لأن واقع الحال ديال المدرسة، وأنا ممارسة، أنا ما جلسش في واحد البيرو، أنا في المدرسة. أشنو هي المعاناة؟ أنت طرحتي المعاناة، مسألة ديال الترقي، مسألة ديال المذكرات. احنا السيل ديال المذكرات كينزل علينا، ثلاثة أربعة المذكرات، الناس ما كترقاش، كاين الناس اللي شغلوا أكثر من 25 سنة ودابا اليوم راه هما معتقلين في الزنزانة 10 اليوم، مسلسل الزنزانة 9 الزنزانة 10 ومعايا دي كوليك. المشكل ديال الإدارة التربوية، شنو معاناة اليوم؟ المدير خصو يدخل النقاط كاملين، لأن الأساتذة هادو اللي تيقريو راه هما اللي قراو الوزارة والمديرين، وهادو اللي كيتذكروا لنا على الجودة. الناس دابا الآن هاد الأطر الكبيرة في المغرب راه قرات في المسيد وقرات في هذه المدرسه العموميه وقرات وتلقنا، دابا كيقول لك لا تلقين، وهذا وخصنا بيداغوجيه الفريقيه وخصنا هذا الشيء كله. انا بالنسبه لي الخلل بالنسبه لي هو على الدوله المغربيه ان تتحمل مسؤوليتها في استقرار التعليم في المغرب، لان استقرار التعليم في المغرب هو المدرسه العموميه. هل تكون هذه الرؤيه مدخلا؟ والقطع نعم، المدخل هو الاراده السياسيه في تحمل المسؤولية لكي تبقى المدرسة وعاء للمعرفة، ماشي ربط. هذا ربط التعليم بسوق الشغل خطيرة وخصنا نجاوبوا عليها. شنو هو هذا سوق الشغل؟ وهنا هذا التقرير ديال المجلس الأعلى تيتكلم على التعلم مدى الحياة، يعني أننا غنعلموا الدراري غيتعلموا ندخلوا. هذا السي بالمختار راه كان في 95 وزير وجابتوا كل الآليات ديالو وما صدقوش وتصابوا فالصو، ودابا عاود كنتكلموا كنقولوا وحنا خصنا الآليات الحديثة. حنا عندنا أستاذ كيقري 40 مادة، كيقرر 4 المستويات. هذا الوضع يسمح لي، هذا الوضع لكن أنا لا أنفي الناس حقهم، لأن يمكن الناس في الحكومة وعندهم وباغين، ولكن خصنا نعرفوا بأن الإملاءات ديال صندوق النقد الدولي وديال المنظمات العالمية خصهم يحسموا معاها ويخليوا التعليم العمومي للجميع، وراه غاديين في اتجاه الجودة
والاساتذه والمعلمين راهما خدامين وكيديروا اكثر من جهدهم. حنا اللي خصنا هو السياسه ديال العداله الاجتماعيه والسياسه اللي تخلي التعليم في قلب المجتمع والمغاربه ولادهم فعلا يعيشوا الارتقاء الاجتماعي وماشي يقريوهم ويخرجوا للشارع ياكلوا العصا وما يلقاوش فين يكونوا خدامين مع ان الوظيفه راه موجوده. كيف ترد؟ تحدثت الاستاذه فاطمه على مجموعه من القضايا باسم الوزاره يصعبوا يعني الحديث قرد. ولكن شيء اساسي اختلف مع الزميله الاستاذه فاطمه في كون ان المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي هو هيئه دستوريه وضعت واحد الرؤيه. هناك تداخل في الاختصاصات؟ وضعت رؤيه استراتيجيه 2015-2030 باشراك الجميع وبواحد الحياد وبواحد الموضوعيه عالية. ولكن ليست هناك تداخل في الاختصاصات ولكن التنزيل, هي المجلس. التنزيل المجلس لا يدعي انه سيقوم بتنزيل الرؤية على الحكومة وعلى طالب بأن تكون اسمح لي بأن تكون خطة إطار طرح للبرلمان وتعتمد. إذا نحلوا شي حاجة سميتها وزارة التربية الوطنية. اسمح لي أستاذ فاطمة مجلس أعلى ولا التعليم لا يبقى كاين وثائق وكاين نصوص على أن القطاع الحكومة والقطاع ديال التربية والتكوين التعليم العالي عليه أن يقوم بالتنزيل ودور المجلس وأعلن عنه دوره سيبقى هو التقويم لأن هناك هيئة تقويمية أساسية التقييم أم التقويم؟ تقييم وإصدار توصيات. إصدار توصيات من أجل الإصلاح ولكن المجلس ليس جهازا تنفيذيا حتى يتتبع ويحاسب على تنزيل التدابير هو يقول حبر الدراسات والتقارير والخبراء والاستشارات الوطنية غادي مسؤولية وزارة التربية الوطنية هي تنزيل تلك الرؤية طبعا وزارة الحكومة مسؤولية بمعنى الحكومة بمعنى أنها الوزارة عليها أن تقدم استقالتها والحكومة عليها أن تقدم على الحكومة استقالتها في جميع في جميع الدول خصوصا في الاصلاحات الكبرى. هناك مجالس عليا للتعليم في دول اخرى هناك مجموعه من التجارب تضع الرؤى الاستراتيجيه نحن لدينا دستور المدى. استاذي الفصل 168 بحال مثلا ناخذ المجلس الوطني لحقوق الانسان عنده نفس الصفه ديال المجلس الاعلى للتعليم يصدر توصيات مهمه واساسيه في المجتمع ولكن ما جاش عند وزيره ديال المراه وفرض عليها قال لها القضيه مثلا ديال المساواه في الارتداء ديالها خرج توصيات وخرج النقاش العمومي وكان مهم لان الوقت هذا المجلس الاعلى لو خرج توصيات وجا كيتذكر معنا كمجتمع مدني فيه مكونات الاباء والاساتذه وكل ما كاين مشكل ولكن الان هذه الرؤيه كتجي هي اللي خصها تعتمد تفضل اولا تشكيله المجلس الاعلى تعكس تنوع المجتمع من مجتمع مدني ومن قطاعات ليس كل المجتمع والنقابات وتم استشاره في جميع الدول هناك اما مجالس عليا واما وثائق تسمو تتجاوز الحكومة لكي تكون هناك استمرارية ولا يأتي لون سياسي في محطة ما ويزيح الإصلاح اللي هو استراتيجي ديال 15 سنة كل لون سياسي غادي يدير ما بغى هذا هو الدور ديال المجلس الأعلى ولا يمكن أن يعوض الحكومة وحتى ملي قلنا التدابير ذات الأولوية اللي دارها قطاع ديال التربية والتكوين هذا خطير أن وزير التربية وزير تكنوقراطي ليس وزيرا سياسيا من سنحاسب من سنحاسب من سنحاسب أرجوك الأستاذة فاطمة غير خليك كمل مسألة ثانية ولا ثالثة غير بشوفوشمون حينما نتحدث ونحن نقتسم وأتقاسم مع الإخوان ومع الآخرون وتحية خالصة للأخوات والإخوة الأساتذة الذين يبذلون واحد الجهد يعني كبير جدا في أعالي الجبال وفي ظروف غير مساعدة هذا شيء ما نتزايدوش عليه ولكن ملي كنقولوا مستوى التحصيل عندنا ديال التلامذ ديالنا ملي كنخرجوا للبلاطو ونحيدوا هاد الكرافاتات نهضروا على ولادنا حنا جالسين في القهيوه ولا في الدار تلميذ مستوى التحصيل لا الوطنيه كنا كنقولوا واحد الوقيته وغير هذا البنك الدولي هذا ما عرف شنو بغى يقول لنا طبعا الحمد لله عندنا مفتشين وعندنا خبراء بحال السي قديره والاستاذه فاطمه تيديروا كلو التاس هذا لا يقرؤون ولا يكتبون لي زي ليتري لو بورسونتاج ديال لي زي ليتري في التعليم العالي كم هو تقريبا الان؟ ما نقدرش نقول الرقم ولكن مخيف اقول شيئين اساسيين مطلب اصلاح الخدمات وخصوصا في القطاع ديال التعليم فهو مطلب شعبي وجماهيري لا يمكن ان ينكره اي احد وكانت مجموعه المحطات فين المواطن بشكل عام نادى بالتغيير والقطع مع مجموعه السلوكات في المدرسه المغربيه بحال قطاعات اخرى لان هناك هجوم جوج 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 هناك توجيه والمسؤولين وهذا هجوم غير اسمح لي غير مقبوله لان الناس ما تيقراوش شنو السبب انت فين قريتي؟ فين قريت انا؟
قرينا في التحضيري كنقراو المحادثه والاشياء كنقراو اربعه المواد. دابا التلميذ تيقرا 14 ماده التربيه الفنيه وتفتح التكنولوجيا كيف بغيت يعني باش ما يتعلم حتى حاجه. اسمح لي راه المسؤوليه ديال السياسه التعليميه المتبعه ليس لرجل التعليم. لا غير متفق انا ما قلتش المسؤوليه هو رجل التعليم. لا قلت الاباء تيتلاقاو معنا راه حنا اباء وحنا ولادنا تيقراو عارفين الاختلاف فين كاين. لا نو مي في با دير سكو جي با دي. انا عطيت تحيه لنساء ورجال التعليم. لا انا اقول استاذه فاطمه راه بحال بحالك استاذه فاطمه انا اقول بان مستوى التحصيل عند التلاميذ ديالنا خص تفق معايا. من المسؤول؟ احنا هذا لا جاوبني على استاذه فاطمه. هناك شوف قلت انا جوج المسائل الاستاذه فاطمه غير باش ما تقولنيش ما قلت. قلت هناك مطلب شعبي لاصلاح المدرسه المغربيه العموميه. هناك توجيه ملكي واضح في مجموعه الخطاب لدرجه ان كل سنه صاحب الجلاله يوجه بالتفاصيل. دونك كاين واحد جوج ديال 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 دو سونات دولار كبارين. كاين توجيهات الملكيه واضحه في هذا الشان وكاين المطلب الشعبي لان متزانس مع هذه القضيه. تيبقى الاسئله اللي قلتي من المسؤول؟ قبيله الاستاذ تيتحدث على البرنامج التجاري والميثاق وحتى انت قلتيها الاستاذه فاطمه. كاين هناك تقويم ديال الميثاق بمؤشراته على الفشل ديالو مجموعه ديال كاين تقويم للبرنامج التجاري حتى لا نقول ما انا ما انا ماشي من الناس اللي كيجلدوا الذات. انا فخور بالمدرسه اللي قرينا فيها وما زالت تعطي وحنا ولاد المدرسه المغربيه ويجب بنات على بناتها وابنائها. ولكن ماشي مدرسه مغربيه المدرسه العموميه بلاتي. هناك حاجه اللي ثابته جميع الاجهزه ديال الرقابه جميع الاجهزه ديال الرقابه نعم تشتغل اما انها التقارير واما انها في جميع الاجهزه من برلمانات الجهه السياسيه مجلس اعلى الحسابات المجالس الجهويه المفتشيات العامه عم خدامين لي بيرو ديتود اكستار باش نوضعوا النقط على الحروف. احنا غير واحد حينما نتحدث غير جمله وساختم جمله حينما نتحدث عن على مستوى التحصيل شنو تيتقال حتى انا كنقولها واش عيب الله الاقسام المشتركه واش الاكتظاظ واش ما عرفتش بعد المدرسه على هذا كيفاش يمكن لهذه المتغيرات الخارجيه. ولكن انا كنقول الاستاذه فاطمه كيف كنتفق معك على هذه المتغيرات التي تؤثر سلبا على المدرسه غادي نطلب منك تتفقي معايا ونلتمس منك تتفقي معايا لان كنعرفك موضوعيه. وفي المدرسه اللي ما فيهاش الاكتظاظ عندنا بعض المدارس وما فيهاش نقص الاساتذه عندنا بعض المدارس علاش النتائج ديالها في حالها في حال الاخرين؟ هنا خصك تجاوبيني. انا نجاوبك لان كاين الدور. اولا عندنا المراقبه التربويه. منين انا مفتش تندخل لواحد القسم تلقى واحد الاستاذ ما قايمش بالمهام ديالو راه ديك الساعه كندير رابور. انا مدير ديال المؤسسه كندورو عليهم كاملين كنعرفهم كيفاش خدامين وحتى هاد الناس اللي يمكن شي واحد ما خدامش لا يمكن ان نقيس عليها بالمقارنه مع المشاكل الحقيقيه. الا رجعنا للميثاق ديال التربيه والتكوين شحال عطانا ساعه ديال التكوين الاساتذه؟ 30 ساعه ما خديناش منها حتى ساعه. هذيك 30 ساعة بحال دابا الآن ما صار اللي واحلين فيه المديرين، كاين المدير اللي كيبقى حتى 4 الصباح باش يدخل النقاط لأن الأستاذة اللي عنده دخلت في سنة 1975 ما تلقات حتى شي تكوين. سيدة فاطمة أفيد حتى نتقدم في هذا النقاش من فضلك حتى نتقدم في هذا النقاش أريد أن أسمع وجهة نظر الخبير في سي قديرة. حينما نتحدث ونقول بأن المتعلم في المستوى الابتدائي لا تتوفر لديه التعلمات الأساسية المهمة في التقويم في نهاية في التقييم في نهاية المطاف، ما أسباب هذا الأمر؟ هل الأمر يتعلق بالموارد البشرية بالأستاذ أم بالبنية العامة للمنظومة؟ أنا أعتقد بأن المشكل يتعلق بالتكوين. تكوين من؟ تكوين الأستاذ بالتلميذ والأسرة ديالو. نحن في نسق يمكن ماشي نقول المدير او لا المعلم او لا التلميذ لان التلميذ هو فاعل. لكن هل الجميع اليوم يقبل بان تكون المسؤوليه مقتسمه ما بين الوزاره وما بين هناك المنظور النقابه السياسي. وما بين الاستاذ وما بين الاسره؟ سمحت لي يا استاذ هناك المنظور السياسي والمنظور العلمي. المنظور العلمي هو الذي في الدول الديمقراطيه يملي عن المنظور السياسي. المنظور العلمي واضح اليوم على ان كل شيء مساهم في هذه العمليه ولكن المسؤوليه السياسيه هي عند الحكومه. انا اعطيك مثال بسيط اذا سمحتي لي يا استاذ. تفضل. اليوم كاين واحد الازدواجيه. وزير التربيه الوطنيه تيخرج تيقول لك اودي فشل المنظومه التعليميه. طيب من هو هذا التصريح اليس خطيرا في نهايه المطاف؟ لا اذا سمحتي لي شكون هو القائد ديال هذا لا 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 الوزاره؟ هو الوزير. في الدول الديمقراطيه والحال الاشياء وقت اللي تيكون الفشل او المسؤوليه السياسيه تقدم الاستقاله تقدم استقاله. انا ممكن نكون خاطئ لا كمواطن ولا
ولكن كاين علماء القانون الدستوري، كاين المؤسسات البرلمانيه. ممكن انا اعتقد بانه المسؤوليه مقتسمه، لكن هل هذا الفشل طارئ حتى لا نظلم؟ لا، انا تكلمت في البدايه على التراكمات. انا قلت في البدايه المشكل ديال التعليم في المغرب هو حقل تجريبي وهي تراكمات وصعوبات. الاستاذ تكلم قبيله على المنهجيه الاستشاريه وانا معه، كنا كنحبدوا المنهجيه الاستشاريه، ولكن كاين النوايا في النيه الاولى هي تدويب عند الجميع، تنقولوا بانه راه كلشي شارك. والنيه الثانيه على اننا نخرجوا باستراتيجيه، واعتقد ان المجلس الاعلى وانا قلتها سابقا في هذا البرنامج خرج بواحد الاستراتيجيه رائعه. ان ديك التقرير الا قريت التقارير لا في فرنسا لا في لونيون اوروبيان في الاتحاد الاوروبي، هذا التقرير اللي هو خرج رائع. الان هذا التقرير كاين كيفيه الاجراءات، ستكون الروعه في التطبيق. تماما، هذا هو السؤال. ما عندناش موارد بشريه كفأة، وانا اتحمل مسؤوليه ما اقول، لتطبيق هذا المشروع الاستراتيجي اللي جا به المجلس. هل الموارد البشريه غير كفأة استاذ؟ انا لا اتفق مع استاذي والصديق قديره بان هذا التقرير مهم وجميل. ليس مهما ولا جميلا، هو كوبي كولي ديال الميثاق الوطني. انا قريته، اسمح لي، هذا التقرير فيه كلام كثير ولكن فيه واحد العباره مهمه وانا قريتها عند الاتحاد الاوروبي والسياسه ديال الاتحاد الاوروبي في التعليم وعند لوسايدي. هذا التقرير تيتكلم على التعليم مدى الحياه والتعليم التكنولوجي والالزاميه يلاه حتى الاعدادي، ومن بعد اذهاب هذا الشعب يمشي. هل من العيب ان نقرا التجارب الدوليه وان نسترشد بها الى غير ذلك؟ انا تفضل استاذ، تفضل. هذه الكلمه ديال التعليم مدى الحياه هي في 1968، اسمح لي الله يخليك، ادغار فور هو اول واحد استعمل هذه الكلمه، وكاين كتاب داكوغ ابخوندغ ابخوندغ. احنا ماشي احنا كنتفقوا على انه التعليم مدى الحياه. الان كيفيه التعليم مدى الحياه ومن سن يساهم في التعليم مدى الحياه؟ ستة المرات هذه الكلمه. لا ماشي عيب. لا انا كنقول لك ماشي عيب. يعني انا تحدثت بمنطق العيب ومشي العيب. لا. انا اقول لك خلفيات هذا التقرير اللي هي الخلفيه ديالو الماليه التدبيريه. الناس كيتكلموا الجودة هي ملي كيولي هذا التعليم حنا قادرين نتحكموا فيه وكيمشي للقطاع الخاص. هذا هو المضمون لا ديال هذا ولا ديال الميثاق ولا ديال المخطط. استاذ انا غنقول لك الموارد، ساعود اليك السيده فاطمه الموارد البشريه في 30 ثانيه. بالنسبه للموارد البشريه، هذا المصطلح حنا ماشي موارد، حنا بشر سميتنا الشغيل بمنطقه التدبير الحديث. لا بمنطقه تحت سلطتك، بمنطقه التدبير الحديث. هل من الجيد اليوم ان نتحدث عن موارد بشريه تثمن؟ المورد ينتهي، المورد يمكن يكون جوطابل، ذاك العامل المورد يثمن. حنا ما غنكونوش جوطابل، حنا واحد البشر كنعرفوا كنتعلموا. انا كنقول لك غير المنطق ديال الموارد البشريه كيف كتقدم عند الراسماليين اللي كيبشرونا بهذ الفلسفه الجديده واللي باغين يسلعوا فيها. سكديرا كي نختم هذه النقطه المتعلقه بالموارد البشريه. أنا اتكلم عن، سميه مورد، انا اتكلم عن راس المال البشري. راس المال البشري شيء جميل اليوم، ولكن هذا راس المال البشري اللي حنا كنتكلموا عليه خصو تحفيز، خصو تكوين، خصو استمراريه، يعني في واحد مناخ انساني. تماما، ولكن لا ستركتور مونتال ديالو هذا شيء اللي هو اساسي. واش مورد بشري ولا جلاله المدينه تتكلم عن الكابيتالي ماتيريال، يعني مش ابعد من هذا. وانا اتفق، واليوم في جميع الدول تنتكلموا على لو سافوار سي ان كابيتال ايماتيريال. هذا شيء ايجابي. كاين مورد بشري وكاين كاين راس المال البشري، وكاين راس المال اللي هو غير ملموس ولكن اللي يمكن له يقدم. وفي المغرب بالخصوص حنا استاذ قديره، هناك من يقول بان هذه الوزاره اله ثقيله ضخمه، اكيد تشتغل على اكثر من مجال، تهتم بتغذيه التلاميذ في بعض الاحيان، بالبنيات التحتيه، باللوجيستيك، بالموارد البشريه، بالتكوين الى غير ذلك. هل هذه الطاقه مشتته في الواقع وينبغي اختصارها؟ في 1988 صدرت دراسه العنوان ديالها
النسق التعليمي بالمغرب والنضال ضد التعقيد في 88 ماشي الان. نحن نناضل ضد التعقيد، سي اون لوت كونط لا كومبلكسيتي، لكن هاد لا لوت كونط لا كومبلكسيتي هي اللي تكلمت عليها في الاول. الان الجهويه وانا كنطلب على ان الاختصاصات ديال الوزاره من بعد تمشي للجهه. دور الجماعات المحليه هل يمكن ان تنهض جماعات كلمه بجوانب مما تقوم به الجماعات؟ لا تقوم باي دور، الجماعات لا تقوم. وكاين الميثاق، كاين دراسه صايبها الاستاذ زميل ديالنا لقى بانه الجماعات تساهم ب 0.01 درهم، 0.001 درهم. لا يمكن لهذه الجماعات ان تهيئ البنيات التحتيه، أكيد. ربما ان تستقبل الاساتذه في العالم القروي، أكيد. نعلم كثيرا الظروف التي يشتغلون ومن يدير الجماعات المحليه؟ انا اتساءل معك، هذا سؤال عريض. ومن يدير الجماعات المحليه؟ استاذ عواج، قال السي قديره اننا يجب التبسيط ويعني وعدم تعقيد المسائل، الا ان العمليه التعليميه بطبيعتها تعانون مع تعدد مجالات التدخل، تعدد التدخلات. كاين هناك نقاش ديال تفويض الاختصاصات من المركز نحو الجهات ونحو الاقاليم ولما لا نحو المؤسسات. كاين واحد الخطوات ولكن يجب الاسراع، وتنعتقد بان هذه الجهويه ستضغط بكل قوه باش داك الشيء نتمناو حنايا واحد المجموعه الحلول تكون بين يد المؤسسات ماشي حتى النيابات ولا الاكاديميات. هذا شيء. هناك شيء اخر هو اللي شرتي له، المدرسه المغربيه منذ زمان تحاول ان تجيب على المهام الاساسيه ديالها هي القرايه والحساب والاملاء، ولكن تجيب على واحد المجموعه الاشياء اللي ما كاينش اللي يعملها بين قوسين في المجتمع. فاش قلتي نتايا سجلوا الاطعام، مساله الاطعام ولي مينو سيتو ان دومين لي ترونسبور سكولار، نتحدث على واحد الجهه مثلا الجهه اللي عندي، نعطي ان اكزومبل، عندنا اكثر 230 حافله في الجهه ديال تازا الحسين مثلا، وتعتقد جهات اخرين مع جمعيات ومع شركاء ومنتخبون اللي كيعاونونا، واحد مجموعه الجمعيات وفعاليات اللي كيعاونونا، ولكن تدبيرهم كتلقى انت المسؤول التربوي اللي هو مدير ولا نائب، واش الرخصه الصغيره ولا الرخصه الكبيره، واش لاسيرونس ولا ماشي لاسيرونس، واش ليجيان في المطعم ولا ماشي ليجيان، واش لبني ولا ماشي لبني، واش تلبسوا، من يتعين عليه ان يقوم بهذه الوظائف؟ اعتقد السي محمد، اعتقد هنايا باش ما نخصوش، هنا غادي نجروج وان تي بو لو ديسكور لو فيل كونديكتور ديال فاطمه، باش على الاقل نكونوا صرحاء ملي كنقولوا رحنا ما كنبعدوش على المسافه، ماشي حيت انا شي شويه مسؤول، حتى انا استاذ وعايش في الباديه واستاذ ديال الباديه وساموت وفي قلبي شي شويه من الاستاذيه، ولكن نشوفوا وجهنا في المرايه ونقولوا هذه ما مزياناش بصراحه وخصنا شنو نعملوا، مش ما نلبسوا نناقشوا بهدوء، هذا وكل واحد يخدم. ولكن في نفس الوقت لا يجب ان ننكر دور المدرسه في هذه المسائل، لان هذه المسائل اللي كتدخل انت الاطعام بالله عليك الظروف والشروط باش كنشتغلوا، واحد حتى واحد ما لقيناه يعطي ذاك الكيكيسه ولا طريف الخبز لذاك الولد، عملناها حنايا فوق المهمه ديالنا، ذاك المدرس في الباديه راه كيدير هذه المهام فوق القسم ديالو، وملي كيتعطل فيها شي شويه ولا يلام عليها واكثر من يصرف على مهنته، يلام عليها. حينما نتحدث عن الميزانيه ديال 30% ميزانيه العالم القروي، لا الميزانيه ديال 30% الثلث ديال الميزانيه كيمشي لقطاع التعليم، صحيح مجهود ديال الدوله جبار يجسد واحد السياسه واراده سياسيه ديال دعم القطاع، ولكن الجزء كبير منه كيمشي للتسيير، جزء كبير منه كيمشي للتسيير لصالح حاجه اخرى. ملي قال قبيله السي قديره فحد هذا الاستعمار ولا فحد في بدايه الاستقلال كانت عندنا اقسام ب 60 70، ما ننساوش السي قديره بان الان راه عندنا اكثر من 6 مليون ديال التلامذ، اكيد شكون اللي كيقريهم؟ نساء ورجال التعليم والمؤسسات، بالرغم من هشاشتنا ملي كتلقى انت يا حافله ما وصلتش، شي مرات كنقراو مقالات اقتصادي ديال البلاد ارتفع كذلك، وراه لو تيار دو بيجي تي كونساكري. لا تي الا سمحتي لي، هاد المقارنه اللي كدير انا متفق معك نديروها. اليوم الاقتصاد ديال 1960 ديال المغرب ماشي هو الاقتصاد ديال اليوم، اذا ملي كنقارنوا 6 المليون مع العدد السابق تنقارنوا كذلك الدخل الوطني الخام ديال الاقتصادي. المؤشرات السي قديره، المؤشرات الكميه لا يمكن لاي كان برنامج استعجالي ان عليه واحد المجموعه ديال التقارير ورات الخلل فين كان فيه والفرقاء الاجتماعيين انذاك، واحد المجموعه ديال المسائل احنا متفقين عليها، ولكن لا يمكن ان ينكر اي مسؤول والارقام موجوده ولا اي مواطن ان عدد المؤسسات التي بنيت
أكيد بين 2009 حتى لدابا ما عمرها تبنات في المغرب. كاين بعض المعطيات، أنا ملي كنقول جلد الذات متفقين على بعض القضايا، ولكن كاين بعض القضايا مهمة. أنا قبيلة نعطيك مقال، لقاشي مقال مش عدمية، لا مش على العدمية، لا مش على العدمية، غير واحد الخطورة. هادشي اللي قلتي جميل، ولكن الخطيرة وكيبان واحد البؤس سياسي وفكري عند المسؤولين باش يقولوا التكلفة ديال التعليم مرتفعة، ها الرأس مال الغير المادي، واش التكلفة ديال التعليم مهما تكون. لكن سيدة فاطمة أفي، راه واخا ما عطاش نصرفوا على التعليم، ميزانية تعادل ثلث الموازنة العامة للدولة، شتي تنتظر مردودية في نهاية المطاف. أنا كتحصلني هنا واحد القولة شهيرة ديال أبراهام لينكولن، كنطلب من البرلمان يزيدوا في المالية، قالوا ليه لا، قال لهم بالحرف، أنا نقول لك هذه القولة: إذا كنتم ترون أن التعليم مكلف جدا جربوا الجهل وسترون أنه أعلى كلفة. لأننا شتي حنا نستثمر وما استثمرنا حنا. نقلتي واحد النقطة سي برويس مهمة، أنا دابا في اليوم شحال تنخسر في التنقل ديالي للمؤسسة، وشحال تنحضر أنا في التعليم الابتدائي، شحال من تحضيرة عندي في اليوم، عندي 8 ديال التحضيرات، بمعنى أنا كنشري الوراق وكنجيب الوسائل التعليمية أنا، حيت أنا باغي نقري هذوك ولادي. أنا تنعتبر هذوك تيقراو عندي ماشي التلاميذ ديالي، كنشوف فيهم ولادي اللي أنا والدة. بمعنى هذه رسالة، هاد المهنة ديال التعليم، وأنا ضد القضية ديال أن التعليم والمهنانة وشي روينة كاينة هنا. التعليم هو أولا رسالة، لأن إلا جا شي ولد بالجوع ما واكلش أنا تيبقى فيا، لأنه ما يمكنلوش يتصنت ليا من 8 حتى ل 12 وهو بالجوع، وعاد كيخرجوا التلامذ مع 12 ويرجعوا مع الجوج. مشكل ديال ساعات العمل بالله عليكم، واش يمكن للمعلم يبقى خدام 30 ساعة؟ يخدم الصباح ويخدم العشيه غادي جاي والترونسبور، والدراري بعدا كيخرجوا كيبقاو غير مليوحين في الزنقه لان والديهم خدامين. علاش ما كاينش تفكير؟ انا مسائل بسيطه يمكن ليها الدار في التعليم ويولي منتج وما تبقاش هاد المشاكل كاع. دابا الناس عندهم راه ولادهم محنين، كيقول لك علاش حنا ولادنا غاديين جايين، تيقول لك اسيدي الوزاره هي اللي دارت هاد التوقيت، وعلاش 30 ساعه؟ علاش ما نكونش كلشي خدام بلومبلوا كنديان الصباح من 8 ل 12؟ انا كنعطيك الحلول البسيطه التي لن تكلف الدوله سنتيما واحدا، وفي العشيه دار التربيه الفنيه والتكنولوجيه والتربيه على حقوق الانسان والتفتح وكلشي. علاش المعلم تيبقى غادي جاي بالسيف في العشيه مع الجوج اجي يدخل عندنا الاقسام؟ كلشي متعب. التلامذ انا عندي الثاني النصف القسم عندي تينعس، وكنت قلت لواحد الوزير السابق قال لي خليهم تيفيقوا وقريهم، ما يمكنش تبقى ديك لي سي لي شوز، خليوهم يدبروا. حنا كاين عمل في دقيقه استاذ عواج ترد على هذا الصراحه، ان اشكاليه تدبير زمن التعليمات هذا الملف عنده علاقه باعاده النظر في. سنعود اليك استاذه فاطمه عفيد، اخذت حصه وافيه من الوقت، تفضل استاذ. هناك اعاده النظر كاين في التنزيل ولا في الرؤيه الاستراتيجيه، تفضل استاذ. كاين اعاده النظر في المناهج التربويه، وبالتالي التركيز على تعلمات الاساس، وملي كنقولوا المنهاج نتحدث حتى على الغلاف الزمني بهذه المداخيل، اننا نركز على الاساسي، على تعلمات الاساس، وبالتالي غتكون اعاده النظر حتى في الغلاف الزمني. هذا ورش مدعوون، احنا بدات بعد على مستوى التجريب في كل اكاديميه وفي كل نيابه وحل المؤسسه تنقيح المنهاج باش نوصلوا للغلاف الزمني اللي طرحته. علاش 30 ساعه ومشي 32 ولا مشي 28 ومشي 24؟ ماشي علاش التلاميذ ما يكونوش مرتاحين وكيركزوا خصوصا في السنوات الاولى على التعلمات الاساس، لانه احنا ملي كنمشيو بعض المرات كنلقاو في البكالوريا هو ما تعرفش الحروف الجديده. هذا السؤال استاذ، بالتالي هذا ورش مفتوح في هذا الاصلاح، خصنا ندفعوا فيه الامل باش يتصنتوا لينا. دابا حنا ملي كنقريو 30 ساعه في الرياضيات، 30 دقيقه في الرياضيات، 30 في النشاط العلمي، 30 في التربيه الفنيه، نديروا ساعه في الرياضيات، نديروا ساعه في الفرنسيه، نديروا ساعه في الاورتوغراف، نديروا ساعه في العربيه، باش كنبقاو كننقزوا في المواد حتى حاجه ما كتقرا. هذا المعطى مهم جدا ويشتكي منه الاساتذه، يقول لك بان هذه المقاربه الكميه شحن ذهن التلميذ لا يحقق أي نتائج، تجده يدرس العشرات من الدروس ويمتحن في المئات من الدروس إذا جمعت المواد كلها ويحمل حقيبة ثقيلة جدا. ما هي النتائج التي نتوخاها من مثل هذه المقاربة؟ هذه مقاربة فاشلة. الوصول لهذا المستوى اللي احنا فيه اليوم هي هذه المقاربة. هذه تنمشيو للكفايات التقنية، بعض الأطفال يعانون من مشاكل في ظهورهم بسبب ثقل المحور. وأنا قلت في البرنامج سابقا، في هذا البرنامج هذا مواطن، البرنامج الجميل ديال مواطن اليوم. اليوم المدرسة المغربية كتشوف الكفايات التقنية، أما الكفايات الأفقية فهي تتجاهلها.
قبط اليوم تلميذ في الباكالوريا وقول له الله يخليك اجي نقش معايا واحد الموضوع معين، غيعرض عليك الدرس اللي هو واخده. هذا هو الاشكال. يعني ما كنعلموش تكون عند الطفل واحد الثوره ذهنيه، فكر نقدي. اكيد فكر نقدي. وشنا هي الكفايات الافقيه؟ هو هذا الفكر النقدي. فاحنا اليوم المدرسه لا تعلم، وحتى الاسره ممكن نقولها ما كتساعدش، بعض الاسر ما كيساعدوش على هاد يعني تطوير الفكر النقدي عند التلميذ. تكلمتي قبيله الله يخليك، انا بغيت غير نشير لواحد المساله استاذ. تكلمتي قبيله على المردوديه. المردوديه ما كتقاش شيء بسوق الشغل. المردوديه تتقاس بواحد المساله اللي هي اساسيه، هو هاد لو كابيتال ماتيريال. انا افضل يكون عندي عاطل مثقف ولا يكون عندي عاطل جاهل، لان العاطل المثقف على الاقل له قواعد التدبير وله واحد الكفايات التي يمكن يزيد بها للامام، عنده فكر نقدي متى يوصل لواحد المستوى الجامعي. اذا اليوم تنقول اودي عندنا عاطلين، العاطلين ماشي غير من التعليم، العاطلين راه من الاستثمار، من المنظومه الاقتصاديه. بقي قليل جدا من الوقت استاذ قديره، شكرا جزيلا. سيده فاطمه افيد، الاسبقيات بالنسبه اليكم كهيئات للتدريس. احنا الاسبقيات بالنسبه لنا هو ان التعليم بخير، ليس التعليم في ازمه، التعليم بخير بشرط ان تتحمل الدوله والحكومات المتعاقبه مسؤوليتها في الاهتمام بالمواطن المغربي الذي نريد، وكما جاء في الدستور المغربي مواطن متشبع بقيم وطنية وبقيم دينية ومتشبع بالقيم الكونية لحقوق الإنسان. وحتى لكان عندنا مشكل سوق الشغل، كيمكن لنا كما قال الأستاذ قديرة أنه هذاك المواطن اللي عنده تكوين ومثقف واعي وعنده معرفة تيمكن له يعاود يقلب كيفاش يندمج، وما يكونوش عندنا هاد الناس المنحرفين وهذا الارهاب الفكري وهذا الانحرافات في المجتمع. استاذ عواد، احنا بالنسبه لنا نقطه واحده بغيت نشير لها باش ما ندوش في هذا البرنامج، هي القضيه والهجوم الخطير اللي انا كنطلب من هنا الحكومه توقف عليه، لانه خطير، هو الزياده في سن التقاعد. لا وصلت الرساله استاذ عواد، بالزياده في سن التقاعد. وصلت الرساله استاذ، تقاعد المراه 55 سنه. وصلت الرساله استاذ محمد عواج في 30 ثانيه. اليوم تستبشرون بهذه الرؤيه ان تصنع لكم تلميذ له فكر نقدي؟ اتمنى طبعا، اتمنى ان تجسد هذه الرؤيه على مستوى الواقع في اطار تعاقدات مجتمعيه ومواثيق اخلاقيه تجمع بين جميع الشركاء المتدخرين بالارتكاز على ثقافه الحق والواجب وثقافه المسؤوليه والمحاسبه، ولكن يكون واحد التعاقد ديال جميع الاطراف، لان المدرسه المغربيه لم تعد تتحمل والقطاع لم يعد يتحمل طبعا تلبيه النداء. هدر المزيد من الوقت، هدر المزيد من الوقت. فنحن بحاجه لابنائنا وبناتنا، وقالت الاستاذه وانا كنتفق معها ان المدرسه المغربيه في حاجه لابنائها وبناتها اللي تخرجوا منها ما يدورولهاش بظهرهم، يجيو لعندها باش ياخذوها بيديها. استاذ قديره في 30 ثانيه، نحتاج إلى مراكز أبحاث في التربية الآن مع هذه الرؤية، هل نتوفر عليها؟ وهل أخذت بعين الاعتبار على الأقل؟ ممكن نقول لك نتوفر عليها، ولكن ليس لديها الإمكانيات لكي تقوم بهذه البحوث. لنا خبراء، لنا أخصائيين، لنا أساتذة، لنا إداريين أكفاء، ولكن المشكل، كل مشكل في ثقافة الجودة، في ثقافة تدبير الموارد البشرية، في ثقافة المواطنة. وهذا يعني تكلمت الأستاذة، تكلمت على القيم، أستاذ كذلك تكلم على القيم. اليوم نحن في حاجة إلى ترسيخ وإلى تطوير هذه القيم، لأننا بلد لك. هذا البلد بلد يسير نحو الديمقراطية في ترسيخ قواعد الديمقراطية. شكرا لك الدكتور محمد قديرة، الخبير في السياسات العمومية وتدبير الموارد البشرية، على كل هذه المساهمات المثرية. شكرا للأستاذ محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تازة الحسيمة تونات، شكرا على تجشم معنا السفر من هناك. وشكر موصول للأستاذة العزيزة فاطمة أفيد، الأستاذة والفاعلة النقابية والجمعوية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. إلى لقاء مقبل. إلى اللقاء.